قبل ما نبتدي حلقة النهاردة عايز ارحب بعمرو عصام. عمرو عصام عبر الانترنت، مساء الخير. مساء النور يا مستر، عامل ايه؟ ازيك يا عمرو؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا مستر. طبعا عمرو عصام بطل من ابطال العباقرة مدرسة يوسف عطوان، حصلتوا على الكاس ما شاء الله بالله، وحققت حلمك ودخلت كلية طب. الحمد لله ما شاء الله. دخلت طب مع الظروف دي، هتتخصص في ايه بقى مع اللي حصل ده؟ يعني وانا كنت قايل في الايام اللي كنت ايام الرياليتي وكده بتاعت الموسم الرقم، انا بجرح قلب ان شاء الله باذن الله. نحيي كلنا عمرو عصام. عمرو الحقيقه كان شاطر جدا ما شاء الله عليه، حاجه مشرفه جدا.